انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صور ومقاطع فيديو تسجل لحظات البهجة والانبساط للفنانين، حيث تحول الساحل الشمالي إلى وجهة معظم النجوم والمشاهير لقضاء الإجازة الصيفية واللقاءات التي جمعت بينهم. وتداول مستخدم منصة تيك توك فيديو لأحد تلك اللقاءات تظهر به الفنانة زينة وأيتن عامر والإعلامية أسماء إبراهيم وهن يرقصن على أنغام الفنان محمود الليسي التي يغنيها وسط أجواء من البهجة. وحضر الحفل عدد من نجوم الوسط الفني، كان منهم نادية الجندي وزينة وحنان مطاوع وسهير المرشدي ومي فاروق. وظهرت أيتن عامر في الساحل الشمالي ترقص على أنغام محمود الليسي، كما لفت ظهور نادية الجندي الأنظار والتي ظهرت بإطلالة شبابية. وحضر حفل بول بارتي الذي أقامته أسماء إبراهيم النجمات نادية الجندي وسهير المرشدي وحنان مطاوع وزينة وعبير صبري وشقيقتها المذيعة مروة صبري وأيتن عامر. وأحيا الحفل المطربة مي فاروق والمطربة أمينة والمطرب محمود الليسي. يذكر أن زينة شاركت في رمضان 2023 في مسلسل جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، ومن إنتاج شركة ميديا هوب سعدي جوهر، وبطولة محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، ميكا الساب، منة فضالة، عصام السقا.